منطقيا إسبانيا على قمة هذه المجموعة، ليشتنشتاين في قاعها، والمنتخبات الثلاثة الأخرى سكوتلندا ليتوانيا تشيكيا سوف تتنافس على مركز وصيف، إما من أجل أفضل وصيف والتأهل المباشر أو من أجل دخول المنتخب الأوروبي ومباراة هذا. وأيام رأسية في المرمى، ولورنت ينجح في فتح باب التسجيل في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ويحرز الهدف الأول لإسبانيا. إذا لورنت يظهر في الشوط الثاني ويضرب بقوة ويسجل الهدف الأول لإسبانيا بكرة رأسية في الدقيقة الثانية تنهي صمود ليتوانيا وتعلن الهدف الأول لإسبانيا، والغضب الأحمر يبدأ مبكرا في الشوط الثاني ويضرب بقوة ورأس لاحق طيب التمريرة من ديفيد سيلفا إلى سيرجيو راموس الذي رفع الكرة مقوسة على رأس لورنتي. فرناندو لورنتي لاعب نادي أتلتيكو بلباو يسجل هدفه الخامس دوليا لإسبانيا في مباراته الدولية 11 أمام شباك مشرعة برأس يلعب الكرة ويصعد. تفاوت مقاييس الملاعب، الملعب في القانون الطول من 90 ل 120 متر والعرض من 45 ل 90 متر. هذه فرصة لإيطوانيا وهدف التعادل، وينجح سيرنس في مفاجأة الدفاع الإسباني وينجح في إحراز أول هدف لإيطوانيا في تاريخ لقاءاتها مع إسبانيا، أول هدف في مرمى كازيس في التصفيات. وينجح بالفعل اللاعب سيرنس نارفيداس سيرنس لاعب نادي فيزيفلوف البولندي في هز الشباك الإسبانية أخيرا بعد خمس مباريات والتعادل بهدف من الجانبين. إذن صدمة للإسبان طبعا بعد هدف لورنتي في الدقيقة 47 الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ليس متسللا، كان كارلس بويول يغطي وحاول بويول أن يعوض تغطيته على التسلل وأن يلحق به، ولكن اللاعب كان منفردا ولم يضيع فرصة. نافيداس سيرناس انفرد وصوب عن يمين يفضل ركنية قصيرة. على كل حال هذا ليس في صالح الإسبان، يعني كما قلت وضع المباراة في سلامانكا فخسر قيمة تذاكر، لا يخسر نقاط المباراة ولا يخسر السمعة من الاتحاد الأوروبي. هذه رأسية في المرمى، إسبانيا تعود من جديد وهدف رأسي ثاني لورنتي يصبح رجل المباراة في ظرف 10 دقائق. لورنتي يبرق ويشع ويتألق من جديد يسجل الهدف الثاني لإسبانيا. إذا لورنتي هدفين لإيطاليا هدف واحد. لورنتي ينجح مباشرة دقيقتان بعد هدف التعادل لإيطاليا في إعادة إسبانيا إلى التقدم من جديد. هنا كازورلا يراوغ ويتخلص ويرفع كرة عميقة جدا على الحارس، ولورنتي فرناندو لورنتي ينجح في إحراز الهدف. يصعد ليس كثيرا، لم يستغل كثيرا طوله الذي يقل 5 سنتيمترات. كازورلا مع الكرة، تمريرة أمامية ذكية إلى أدوريز، أدوريز أيضا لاعب من أصول باسكية يلعب الكرة إلى سيرخيو راموس يرفعها هناك، والرأسية رائعة، الرأسية رائعة. ينجح ديفيد سيلفا، قلت من قبل إنها صعبة عليه الكرة الرأسية، لكن هنا لعبها بدون رقيب أو عديد، لعبها بذكاء، لعبها وهو على قدميه تقريبا دون أن يقفز، لكنه لعبها إلى المقص الأيمن إلى الزاوية البعيدة. إذا كان كريستيانو رونالدو قد سجل هناك للبرتغال فإن ديفيد سيلفا قد سجل هنا لإسبانيا، وديفيد سيلفا يسجل هدفه الدولي العاشر في مباراته الدولية 42 مع المنتخب الإسباني. لاحظوا الكرة المرفوعة كيف صعد إليها وليس وقفا بالضبط، صعد قليلا ولكن بذكاء، متر 70 سنتيمتر طول كما قلت، ربع متر أقصر من لورنتي، ولكن الرؤوس الإسبانية يعني تطير الرؤوس الإيطالية في هذه الأمسية.